إن رب تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. يمرغ الصبر اصبروا تبان وصابروا يعني دربت يخفون النون في الصبر يعني وركت في خفون النون أتصبرم وخور الزرطة صبرت يعني أتوركت في خنك باش ميت بشكك يلي الصبر. وكان الجزاء على قدر البلاء. يمكنك ممكنك يبتلى ربي تبارك وتعالى سكر المرض سكر الفقر سكر المشكل غنشك نايم قر البلاءان الابتلاءان يلاقيك صبر غنشك نايم تلي الجزاء انك بل اكثر اكثر ما شكو انك ربي تبارك وتعالى: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الصبر دارس الحدود للحساب نزل الجزاء نزل الاجر نزل يوم القيامة الخلائق تبدد يعني تحساد ايت البلاء غد الدنيا ويدات تبتر غد الدنيا سلام راضي غد الفقر غد السجن غد كران المصيبة كران يعني يصبر في الناس يقام مسلم يصبر في الناس يعني ايت البلاء ويداي يعني اختبر ربي تبارك يجرب ربي تبارك ولكن صبر يوم القيامة تحساد ايت الخلائق لما يرون مما يمطرون به من الرحمات ارزران كران الرحم زغدا ربي تبارك وتعالى يعني تخص غير ايت الصبر ارتمنى نيتني ولا نيتني ايت العافيه ارتني يعني يكون غير كون غير ولا نكون تبتلى غد دونيت. اذا الصبر دار ديال الاجر مقرن ممكن تنيد نكيتي ورا تصبر داريه القضيه ورا تصبر والرزال غاد تصبر العيب الا كي لا راه كاينيغ النبي صلى الله عليه وسلم انك ممكن تدرب تيخفنك في الصبر. ومن يتصبر يصبره الله ومن يتصبر يصبره الله غير يعني ارت بزيزت في خفنك الصبر راه كيف ربي تبارك وتعالى الخلق الصبر. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. وما اعطي عبد عطاء خيرا ولا اوسع من الصبر. والرتفت يعني كرا العطاء يعني راه كيف ربي تبارك وتعالى كرا الحاجد توف الصبر خيرا ولا اوسع من الصبر. الصبر درس الأجر عظيم هو الجنة. الجنة إنك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما لعبدي المؤمن جزاء إذا ابتليته إذا أخذت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. معناه إنك يعني إغاكي وربي تبارك وتعالى كرال الحبيب إيويك إغت باباك إماك طم غارتنك أرقازنك من مهم يموت يعني وليت تحبوت مزيان إموتك تصبرت تورقت في خفنك تصبرت تحتسبت نيت إنا لله وإنا إليه راجعون. إنك سيد ربي تبارك وتعالى وردارسي اللي كرال الجزاء بلا الجنة.